آخر تطورات قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قال النائب العام السعودي وفق معلومات وردت إليه النيابة العامة من تركيا أن المشتبه بهم في مقتل الصحفي جمال خاشقجي قد أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما ورد وما أسفرت عنه تحقيقاتها للوصول إلى الحقائق. من جهة أخرى، جدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو اليوم الخميس مطالبة الرياض بالإفصاح عن الجهة التي أصدرت الأوامر للفريق السعودي المشتبه بقيامه بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول. جاويش أغلو قال في مؤتمر مشترك مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في أنقرة: الرئيس رجب طيب أردوغان وجه أسئلة حول مقتل خاشقجي لم نحصل على رد عليها، وأهمها من أعطى الأوامر لفريق السعوديين الذي جاء لتنفيذ القتل في إسطنبول. وتابع أن جثة خاشقجي لم يتم العثور عليها بعد رغم التحقيقات مع الموقفين في السعودية، مضيفا أن عائلة الصحفي تريد معرفة هذا الأمر ويريدون دفن والدهم، فهذا أمر إنساني ويجب مراعاته.